متابعة فريق السموحة مع الضغط المتواصل والتعادل وجول وجول. الله الله الله، ينجحون سموحة الرقم الصعب، والمدافع عزت يأتي الهدف من لاعب لم يتوقعه أحد، محمود عزت وسط واضح ثغرة دفاعية لا يتحمل المسؤولية، حذر منها الشناوي، حذر دفاعات الزمالك من ذلك، ويتمكن محمود عزت من إدراك التعادل في الوقت الصعب. ها هي الإعادة، ها هي الكورة ارتدت، والمتابعة اللي كانت هنا والراسية عزت لتكون في الشباك، وتشوف الدفاع ياسر إبراهيم ثم اللي إلى مانجا، ومانجا لعبها يا سلام، عزت يحطها في المرمى ويعدل بسموحة في هذه الأثناء. وشوف الكورة، الأهلي امبارح تعادل مع الإسكندري بهدف لصفر اتحاد الإسكندري، واليوم من الإسكندرية الزمالك.